اخوانك بالكويت حابين يطمنون عليكم، لان يقولون احنا ودنا نطمن على اخواننا اللي احنا نبي نوقف وياهم ونساعدهم. نبي منك كلمه توجهها لهم. والله هو الشعب الكويتي دائما وابدا هو صاحب مضياف وجماعه صاحبين نخوه وعروبيه بالاساس، يعني ما منقول غير الله يجزاهم الف خير والله يعطيهم العفافه، والله هيك سبحانه وتعالى ان شاء الله بظل الشعب الكويتي هيك برخاء وسخاء، ونسال الله انه هيك يمدكم كمان وكمان، لانه فعلا في شعب محتاج وفي شعب بده، يعني فعلا بده، لانه العمليات عندنا هون مكلفه كثير يعني، وما منقول غير الله يجزاهم الخير والله يجعلها في ميزان حسنات. يا حج احنا موجودين نقول لك عسى الله يشافيك ويعافيك. الله يسلمك يا رب. بصحتك وعافيتك ان شاء الله ويشافي كل مريض.